عندنا 20 مليون و10 200 مليون ده متوسط سيادتك، ومحتاج الموضوع يعني ايه رقم عشان يقربوا لسيادتك، بس بره رقم سيادتك عشان تعرف ال 242 مليون دول يجوا ازاي. انا سيادتك انا برضه اقول لك حكايه حصلت هنا في الموقع. جالي مهندس في اسكندريه في احد الايام مدير قطاع في شركه، قال لي انا جاي اسال سؤال واحد بس. انا شفت بيقولوا كل يوم مهندسين بيدرس الموضوع ده، قلنا الرقم ده ما يتحققش. قلت له سيادتك لما قلت الرقم ده ودرستوهم انتوا قاعدين في مكان مضيق او في نادي، احنا كنا بنتكلم قاعدين في نادي المنتزه وزي ما انا قلت لك بالظبط. معايا حضرتك انت جيت على ارض الواقع، معايا حضرتك هوريك ورقه انا بكتبها كل يوم بتم مع الشركات كل يوم. معايا كم شركه يا عم؟ عندي 66 شركه وكلمتهم طرق، عندي عده على الارض قد ايه كل يوم. يعني سيادتك النهارده انت جاي النهارده، انا عندي يوم الخميس، يوم الخميس 1907 دمبر وقلاب، دمبر وقلاب اللي هم بيشيلوا التراب. عندي 808 معده ده شغالين معايا انا في الحط. قلت له يا باشمهندس خلينا نحسب لو كل عربيه كريم بتعمل من 40 ل 50 نقله في اليوم، وده قليل جدا خلي بالك حضرتك. لو كل عربيه مكعبه قول 15 متر مش 20 متر، يبقى كل عربيه تشيل 600 متر بضاعه في اليوم. اضرب سيادتك 600 في 1000، 1000 ونص يبقى 900000 متر. 600 انا عندي 1900 انا بتجاوز ال 1.2 انتاج يومي، ولكن احنا ما بنقولش 1.2، احنا بنقول متوسط الحفر مليون متر مكعب يوميا. على الرغم ان